الحمد لله، الحمد لله الذي خلق العباد، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعث هذا اليوم مبشرا لكافة الناس، وعلى آله الذين حذوا حذوه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حضرة رئيس الاحتفال المؤقر وسادتي الأعزاء وزملائي في الدروس، إني أشتاق إلى أن أقوم بخطبة وجيزة عربية سلسة في موضوع حب الله ورسوله، فالتمس منكم أجمعين أن تصغوا إلي آذانكم وتستمعوا إلى كلمة المتواضعة. إخواني البررة، كل إنسان يحظى بالعقل والقلب، العقل يأمر بالإيتان بالأشياء التي لا تضر الإنسان ويمنعه من أن يقترف ذنبا يسفر عن فساد آخرته وحياته الدنيوية، ومن ناحية أخرى القلب يقتضي أن يحب الرجل كل شيء يهم به، يضر أو ينفع، يجدي أو يشيد، فعندما يتغلب القلب وما يوحيه على العقل ومتطلباته يغل الإنسان من الطريق السوي ويعمل في ضلال بعيد عن الحق، وعندما يتغلب العقل على القلب ويسيطر عليه كل حين ولا يتركه أن ينسجم معه، فالوداد والحب والطمأنينة والعشق كله يفنى، والإنسان يصل إلى مكان منخفض في العز والكرم والشوق والفخر. فيجب على الإنسان أن يختار طريقا سويا متزنا جامعا بين العقل والقلب، هاديا إلى الجنة ونعمة الرحمن، ومنقرا من النار والظلم والجور والفسق والكفر. وهذا هو مقتضى العدل وحب الله في كل مجال من مجالات الحياة البشرية. ألا تعلمون أن الله العزيز الجبار يخاطب المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا، هذا الأسلوب يدل على المحبة والمودة تجاه الذين دخلوا في حظيرة الدين الحنيف. وقال ثانية: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فعلم من هذه الآية المباركة إذا آثروا الإخوان والأخوات وآثروا الآباء والأمهات الكفر بالله على الإيمان به، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوهم أولياء، لأنهم انعزلوا عن أحكام الله القدير ويفتخرون بالأمور التي ترجع إلى الشيطان وحفدته، ولأنهم يؤثرون الظلم على العدل والكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والفوضى على النظام. فكيف يناسب لأحد أن يحب هؤلاء رجال الذين هم أعداء العدل والذين هم أعداء التوحيد والرسالة؟ فيا أيها الشبان، تفكروا في هذه الأمور وتدبروا في الأعمال التي تنغمسون فيها، إن هذه الأعمال تؤدي بكم إلى النار ودار العذاب والبوار. فاجتنبوا عن المعاصي والمنكرات، واجتنبوا عن البدع والخرافات، ورجعوا إلى السنة والكتاب الهادي إلى الجنة والمنقذ من النار، وما علينا إلا البلاغ.